سلام الله عليكم ورحمة وبركاته محترمين اليوتيوب. زي ما كنا واحنا صغيرين أمانة في رئام أهالينا، المفروض أهالينا لما يكبروا يا جدعان يكونوا أمانة في رقبتنا. إيه اللي حصل للحاجة نفيسة، الست اللي عندها 65 سنة، اللي ساكنة في منطقة شبرا الخيمة، اللي ابنها دخل عليها لقاها مقتولة. أنا دخلت كده لقيت الضرفة دي مفتوحة كده. كانت مفتوحة كده. فأول ما لقيت الضرفة دي مفتوحة كده، والدتي من النوع اللي هي ما بتسيبش أشياء على الأرض، يعني من النوع اللي هي نظيفة أوي. فما يعني حسيت إن في حاجة، أول ما لقيت الدولاب ده مفتوح كده حسيت إن في حاجة. فبقفل الدولاب ده كده لقيت رجليها إيه باينة هنا من الطرقة من عند الباب هنا. فأول ما لقيت رجليها كده جريت عليها لقيتها إيه؟ لقيت وشها يعتبر هنا كده عند أول الباب هنا كده. وش ديت هنا ورجليها في الحته دي كده. محمد عبد الفتاح الابن الاكبر للحاجه نفيسه، الراجل ده ساكن جنب والدته يمكن بشارعين او ثلاثه، الراجل ده بيشتغل في الادوات المنزليه وعنده مصانع، لكن كان في يوم من الايام اللي هو يوم الواقعه رايح يعمل شاي ليه وللصناعيه او العمال اللي عنده، الكهرباء كانت فاصله في الشارع او في المنطقه اللي هو قاعد فيها، فهو كان متعود ان هو يبعت الكاتب بتاع الشاي مع احد العمال لشقه والدته، قل له اغلي لنا دور شاي يا ابني عشان نشرب كلنا. فهنا طبعا العامل اخذ الكاتل بالميه بتاعته ورايح يخبط على الحاجه نفيسه. العمال متعودين ان الحاجه نفيسه دايما بتطيب خاطرهم، يعني العامل اللي بيروح مشوار لحد الحاجه نفيسه بيكون فرحان، اهي بتكرمش له 20 جنيه 50 جنيه في ايديه وتقول له ها ليك ولولادك يا ابني، ربنا يقويك ويقدرك على متاعب الدنيا. لكن هنا العمال كانوا بيتسابقوا مين اللي ياخد الكاتل ويروح لحاجة نفيسة عشان يغلي دور الشاي، المهم النصيب وقع على احد العمال، اخذ الكاتل وطلع لحاجة نفيسة علشان يخبط على الشقة ما بتردش، خبط مرة واتنين ورن الجرس كتير ما ردتش، اخذ الكاتل ورجع تاني للمعلم بتاعه اللي هو ابن الحاجة نفيسة محمد عبد الفتاح وقال له يا اسطى الحاجه ما بتردش. هنا طبعا اول ما قال له الحاجه ما بتردش طلع تليفونه واتصل على والدته، والدته ما بتردش، وهنا الخوف تملك قلبه، اكيد الحاجه تعبانه او حصل لها شيء ضرر. هنا محمد عبد الفتاح الابن ساب كل حاجه وطلع جري على شقه والدته الحاجه نفيسه اللي قاعده لوحدها. جوزت ولادها الصبيان والبنات وقاعده لوحدها وكل شويه بيشقروا عليها او يطمنوا عليها. لكن هنا اول ما بدا ان هو يطلع على السلم زي ما بيحكي انا كنت بقدم رجلي ورجع 100، قعد يخبط على الحاجه ما ردتش، يرن تليفون ما تردش، هنا استعان بسلم خشبي من احد الجيران وبدا ان هو يطلع الشقه علشان يبص على والدته ويطمن عليها، لقاها بمنظر ربنا ما يكتبه على اي حد، لقاها مخنوقه وفاقده الحياه، يا ترى مين اللي عمل كده في الحاجة نفيسة؟ وطبعا الابن بحث على المتعلقات بتاعت والدته ما لقاش حاجة، والذهب والخواتم وكل حاجة الست كانت لابساها مخلوعة من ايديها. هنا تأكد وتيقن ان جريمة القتل كانت بناء على جريمة سرقة، بس يا ترى مين اللي دخل على الحاجة؟ قعد يشك في يمين وشمال لكن بلغ الجهات الأمنية اللي حضر في التو واللحظة ولقوا الست متوفية، تم نقل الجثمان لأقرب مستشفى في شبرا الخيمة علشان يعرفوا سبب الوفاة، لكن دي كانت ناحية أو طريق ورجال المباحث لهم طريق تاني عاوزين يعرفوا مين اللي ارتكب الجريمة. اللي ارتكب الجريمة شخص ومراته، لكن مش الشخص هو اللي خطط، لا ده الزوجة هي اللي خططت. طب الزوجة دي مين؟ تخيلوا زوجة تتخطى الخمسين سنة هي اللي خططت في كل حاجة. طب الزوجة دي أمها قريبة الحاجة نفيسة من بعيد وساكنة في نفس العقار، لكن الزوجة هي وزوجها كانوا دايما بيروحوا لحماته بقى، وكانت الزوجة دايما بتقعد مع أمها عند الحاجة نفيسة. وفي بعض الأحيان يعني قبل الجريمة بثلاث أربع أيام المتهمة قاعدة هي وأمها مع الحاجة نفيسة، ست فاتحة بيتها للقريب والغريب. قعدت تسألها حاجة أنت قاعدة لوحدك، طب في مين اللي بيزورك؟ قعدت تتقصى الحقائق علشان ترتب للجريمة بتاعتها. وبالفعل الست دي كانت سيئة السمعة لأنها كانت تاركة أولادها وتاركة جوزها، والزوج اللي كان معاها ده نعتبر نقول يعني زوج شمال شبهها بالظبط، يعني كانت عايشة معاه يعني كده على الإيه على البحري.
فطبعا خططوا ان هم يرتكبوا الجريمه، لكن ربنا سبحانه وتعالى اظهر الحق لما تواجدت النيابه ورجال المباحث وبداوا ان هم ينصبوا الاكمنه وينشروا المصادر السريه. وصلوا من خلال تفريغ الكاميرات ان في توك توك في وقت معاصر لارتكاب الجريمه نزل منه شخصين، بدأوا ان هم يقطفوا اثارهم لحد ما قدروا ان هم يعرفوا هم قاعدين فين. كانوا ساكنين في نفس المنطقه اللي هي منطقه شبرا الخيمه، لكن بدلوف الرجال المباحث ورجال الشرطه علشان يتم القبض على المتهمين الاثنين لقوهم هربوا. طب هربوا فين؟ اتضح بالتعاون ما بين مديريه امن القاهره ومديريه امن اسكندريه، اتضح ان المتهمين الاثنين اللي هو الزوج والزوجه كانوا هربانين في اسكندريه. طب تم القبض عليهم ازاي في اسكندريه؟ طبعا خدوا الغوايش والخواتم والذهب والحاجات دول وما باعوهاش هم بنفسهم لمحل جواهرجي، لا ده هم راحوا اجروا شقه في احدى المناطق في محافظه الاسماعيليه بغرض يعني ان هم رايحين يصيفوا، فطبعا هم ما معهمش فلوس. فهنا طبعا الزوج عمل حوار على صاحب العقار او صاحب الشقه اللي هو قاعد عنده وقال له ده انا نازل اسكندريه اتاجر، لان انا راجل تاجر مش نازل اصيف ولا حاجه، لكن الفلوس بتاعتي انا نسيتها ووقعت مني. المهم طلع دخله بحجه كده وقال له الذهب ده بتاع زوجتي وعايز ادفع لك منه الايجار وبيعه لي. فهنا طبعا صاحب العقار كان راجل طيب، اخذ الحاجه دي وراح لواحد قريبه اكد له ان الذهب ده مظبوط وسليم، نزلوا باعوه لاحد الجواهرجيه وجه اخذ منه ايجار الشقه واداله بقيه الفلوس. هنا طبعا حسوا ان هم ايه؟ حسوا ان هم حد بيجي وراهم او حد بيحمرش وراهم كده زي رجال المباحث يعني، خلاص يعني الناس ارتكبت جريمه وقتلت ست. فالمهم بدأوا ان هم ينقلوا من الشقه، وعلى ما وصلت رجال المباحث للشقه كانوا غادروا الشقه، لكن بسؤال صاحب العقار حكى لهم على الحدوته كلها وقال لهم على المكان اللي فيه الذهب. وهنا طبعا الجواهرجي شك برضه في ان الذهب ده سليم، لكن شك ان هو مسروق، تم تسليمه لقسم الشرطه. وهنا بدأت رحله بحث جديده علشان يقبضوا او يقطفوا اثر المتهمين الاثنين، وبالفعل قدروا من خلال المصادر السريه والبحث الدؤوب لرجال امن اسكندريه تم القبض على المتهم والمتهمه اللي اقروا تفصيلي بالجريمه ومثلوا الجريمه كمان وكمان. فاحنا بنقول للناس يا ريت يا زي ما اهالينا كانوا بيهتموا بينا واحنا صغيرين، يا ريت احنا نهتم بيهم وهم كبار. مش شرط يعني ان انت تسيب والدتك او والدك في شقه وبعدين تشقر عليه او تبص عليه كل يومين ثلاثه بصه، لان الجريمه بترتكب في دقيقه يا جدعان. فانت طبعا صعب جدا ان انت تشقر عليه او تبص عليه ال 24 ساعه في ال 24 ساعه. حكينا لحضراتكم القضيه وبرده المحكمه قالت كلمتها بإسدال استطار باعدام المتهمين الاثنين، يعني المتهمين ما فيش بقى حد منهم خد 25 و20 و15 والحاجات دي، لا ده ركبوا على المرجحه هما الاثنين بالاعدام بحكم الاعدام اللي اترفض في مذكره النقض في الاعدام في محكمه النقض وتم تأييد حكم الاعدام. طيب في معانا تفاصيل؟ معانا ماتيريال على لسان الابن الكبير اللي هو محمد عبد الفتاح هيحكي لنا ايه التفاصيل، ومعاه برضه في الفيديو اللي هنقوله لحضراتكم الشقه اللي تم فيها ارتكاب الجريمه. مش طالبين لايك ولا اشتراك ولا شير، احنا طالبين بس دعوه بالرحمه للست نفيسه بنت منطقه شبرا الخيمه. دعوه بالرحمه ويلا بينا نشوف محمد عبد الفتاح هيتكلم معانا من داخل الشقه اللي ارتكب فيها الجريمه. بسم الله الرحمن الرحيم، انا اسمي محمد عبد الفتاح ابن المجني عليها نفيسه محمود. اول يوم اكتشفنا فيه الجريمه انا المفروض مخزني قدام شقه والدتي على طول، فجينا جيت فكاتل عندي كان بايظ فقمناها بقرب المسافه، فقلت العامل اللي عندي اطلع حتى خليها تعمل لنا انشاء يعني. فالولد طلع خبط على الباب ما قال لي ما فيش حد فوق، حسيت كده بريبه كده وقلبي ما كانش مطمن يعني، فقلت اتصل اطمن عليها. فاتصلت مرة واتنين تالت مرة لقيت نفسي بتصل بإخواتي بسأل عليها عند إخواتي أي حد يعرف حاجة عنها، بدأت أتصل بيها كتير جدا. بعد كده طلعت خبطت طلعت حواجه كانت معدياني نسخة مفتاح حاولت إن أنا أفتح بيها ما فتحتش، فجارتنا كانت طالعة لفوق ساكنة فوق والدتها على طول، فبتقولي ده والدتك بتحط المفتاح في الباب من جوه.
فقلت ادام المفتاح من جوه يبقى اكيد هي جوه مش بره. فبدات عايز اخش الشقه او اطمن عليها من خلال الشقه يعني. فاتصرفت في سلم طويل من جنبنا من جارنا، وحطيت عليه كمان سلم عشان اقدر اوصل للدور الاول العلوي. ورحت داخل من البلكونه لقيتها مقاومة على ظهرها في الطرقه، وشها طبعا مسمار مش موته طبيعيه. بصيت في دراعاتها ما لقيتش دهب، ما لقيتش. هي والدتي كانت من النوع اللي هي بتحب تلبس دهب كتير جدا في ايديها الاتنين وكده، فما لقيتش اي يعني ايه منظر الموته ومنظر ما فيش دهب. فقلت اكيد في حاجه غلط. رحت طبعا قلت ما فيش غير ان انا اطلع الاسم على طول. الاول قعدت اصرخ كده وبتاع، الناس اتلمت في ايه، قلت لهم والدتي ماتت وبتاع، وعرفتهم قلت لهم ما حدش يعمل اي حاجه لما ايه اروح القسم ابلغ وكده. فرحت الاول لمامور اسمي الاول، حكيت له اللي حصل. فاتصل باحمد بيه عصر قال له تعالى عايزك. فقعد قدام احمد بيه قال لي ايه اللي حصل. رحت حكيت له تاني ايه اللي حصل. فقال لي طب ما يمكن نفس الرد اللي هو بتاع المامور. قال لي ما يمكن ماتت موته طبيعيه. قلت له حضرتك يعني ايه مش موته طبيعيه، هي يعني نفس السؤال اللي ساله المامور، يعني ليه ممكن تكون موته طبيعيه من عندها 65 سنه وكده. قلت له حضرتك مش موته طبيعيه، على العموم ايه تعالى اشوف موته طبيعيه او مش طبيعيه. احنا اليوم بنتكلم كده وسايب والدتي في ايه لوحدها وكده. فقام معايا بسرعه، انتقلنا هنا لشقه والدتي. طبعا ما فيش 5 دقايق لنا الاسعاف وعربيات شرطه كتير جدا. وبدا بقى فريق البحث يدور في الكاميرات اللي هي المراقبه اللي هي حوالين البيت. فشافوا توك توك قدام البيت وقف الساعه 10 الاول. في واحده جارتنا يعني قالت بشهاده ان هي ايه في توك توك وقف الساعه 10 نزلت منه واحده ست وبعد كده نزل منه راجل. قالت لي يا محمد هم دول تقريبا، هم دول اللي عملوا كده. فلما رجعنا الكاميرات لقينا نفس اللي هي قالته بيتكرر بالظبط في الفيديو. فبدات المباحث تجيب كاميرات تانية على التوك توك وتتابع التوك توك طول ما هو ماشي لغايه ما ايه وصل لغايه كافيتيريا هنا جنبنا. نزل شربوا ليمون ومانجا، وبعد كده ايه خدوا توك توك تاني راحوا بيه لغايه بجنب شقتهم. فالمباحث بالليل راحت اقتحمت الشقه، جاب الصور من عندهم. فلما عرضوها على الناس اللي هنا في المنطقه يتعرفوا على شخصياتهم. بس جيت بقى راحوا بعد كده مباحث، هم راحت مباحث الالويه اسكندريه قعدت تدور عليهم في اسكندريه. فهم كانوا نزلوا اول يوم نزلوا في اسكندريه عند واحد صاحب شقه اجر لهم شقه، وهم باعوا له هوشتين وخاتم. قال لهم يعني عمل عليه ان هو ايه مش جاي يصيف يعني. قعد اول قعد ايه يقول له ان في مشكله في التكييف، في مشكله في الدش، في قعد يعمل له كذا مشكله. فصاحب الشقه قال له يا عم خد فلوسك وامشي وكده. قال له معلش انت متضايق بس انا مش جاي صيف، ده انا جاي تاجر هنا وفلوسي ضاعت وانا عايز يعني ايه يعني عايز اتصرف حتى ابيع دهب مراتي والفواتير في القاهره. فصاحب العقار كان يعني شخص طيب ساق فيه وكده، خد الذهب راح وداه لاحد قريبه بتاع المصورات وكده، قال له لا ده ذهب حقيقي وكده وتمنه له. فجه اداله حق الغوشتين والخاتم. تاني خد الفلوس اللي هو القاتل، خد الفلوس وتاني يوم المفروض يقعد 3 ايام عاد يومين بس وراح ايه هرب. فجت مباحث العلوبيه راحت اللي هو الشخص اللي هو اجر لهم العقار دوت. فسالوه قال لهم هو ده فعلا كان لسه موجود ولسه ماشي امبارح. بدأ يشك ان الذهب مسروق وكده، فراح سلمه في اسم المنتزه، وبالتالي اسم المنتزه بعتوا الالوبيه وجابوه هنا. فالظابط نادى عليا وانا اتعرفت على الذهب وليت صور لوالدتي اصلا كانت لابسه فيه الذهب دوت نفس الشكل بالظبط. حتى احمد بيه اول ما شاف الصور اتاكد ان هو نفس الذهب وكده. ده ما كانش اصلا لسه اسمه منزل في المحضر يعني، هو كان يعني ايه يعني كان لسه تحريات المباحث بس ايه يعني تحريات بس على المباحث بس. من اول ما جه بقى اللي هو الذهب منهم من عند من اسكندريه والراجل دوت واتعرف على الشخصيات ديت اللي هم باعوا له الجناه، بدا يعني بقى اسمهم يعني النيابه تطلبهم رسمي. الكلام ده من يوم 8/9، النهارده 13/12 وبقى لهم اكتر من 3 شهور مثلا. ما فيش طبعا اخبار عنهم خالص، بيتنقلوا بصوره مستمره في اسكندريه. بالنسبه للمتهمه هي يعتبر بنت جاره والدتي، وفي شبه قرابه بين والدتي ووالدتها،
وكان والدتها ووالدتي كانوا بيعملوا جمعيات مع بعض، يعني كان في معاملات بينهم. فهي تقريبا بقى لها اكتر من 3 سنين اتعرفت على شخص غير موثوق فيه، وشخص يعني مش كويس، يعني بدأت يعني زي تنحرف وتسيب عيالها، يعني سابت جوزها و5 عيال وبدأت تمشي معاه في السكة الوحشة ديت. وبدأت يعني جت زارت والدتي يوم جمعة، والدتها جت زارت والدتي يوم جمعة وهي كانت برفقتها. في اليوم دوت شافت مع والدتي ده كتير، فبدأت تسألها أسئلة يعني إيه عجيبة. قالت لها أنت وأنت عايشة لوحدك يا حاجة؟ طب ومين اللي بيجي لك؟ يعني بدأت يعني إيه دهب زغلل لعينيها. فبدأ ترسم في خيالها المريض وشيطانها ان هي تستولى على الذهب باي شكل. فجات لوالدتي يوم الثلاث، والدتي استضافتها كاي جاره او اقارب او كده، وعملت لها شاي، وهي ما خدت ام والدتي ما خدتش اخوانا يعني. دخلت والدتي تقريبا تجيب لها ميه، تجيب لها اي حاجه، كانت هي فتحت لجوزها وقاموا بجريمتهم البشعه ديت، وخدوها ذهب والدتي والفلوس و فازة دي حتى لقيتها مكسورة أول مرة. مبقاش في مكانها كده أوي. حتى انا بس حتى ما خدتش بصمات من عليها ولا اي حاجه، يعني مش عارف اصلا دي كان مكانها فين اصلا. بس ليه بقى بالوضع ده كده؟ طلعت من هنا البلكونه دي، البلكونه دي كانت مفتوحه ساعتها. انا دخلت كده لقيت الدرفه دي مفتوحه كده، كانت مفتوحه كده. فاول ما لقيت الدرفه دي مفتوحه كده، والدتي من النوع اللي هي ما بتسيبش اشياء على الارض، يعني من النوع اللي هي نظيفه قوي، فما يعني حسيت ان في حاجه. اول ما لقيت الدولاب ده مفتوح كده حسيت ان في حاجه، فبقفل الدولاب ده كده، لقيت رجليها ايه باينه هنا من الطرقه من عند الباب هنا. فاول ما لقيت رجليها كده جريت عليها، لقيتها ايه؟ لقيت وشها يعتبر هنا كده عند اول الباب هنا كده، وشها ديت هنا ورجليها في الحته دي كده، ويعني وشي منظر يعني وشها كله رعب كده وبصه اليمين. فانا كنت جيت من 4 شهور قبلها كده، ب4 شهور كان السرير ده محطوط بالطريقه ديت، ووالدتي نايمه عليه. السرير ده كان محطوط هنا كده، والدتي نايمه عليه. فدخلت يا ماما، يا ماما لقيتها ايه زي مغمى عليها، قعدت ادعك لها في مناخيرها كده وديها نفس صناعي وكده، فبدات تفوق. فمالك يا ماما وبتاع؟ قالت لي لا يا ابني ايه، انا كنت راح اجيب التليفون عشان اتصل بيك، حسيت انها تعبانه وكده ويعني تعبت. طب تعالى اوديك الدكتور. قالت لي انا كويسه وبتاع، ف يعني حسيت ان هي يعني قلت لها ابني انا كنت مت وصحيت. الكلام ده من قبلها ب4 5 شهور، فانا قلت يمكن مغمى عليها، فراح افوقها ولسه احط ايد على مناخيرها، منظر الرعب اللي في وشها مش نفس المنظر اللي كانت مغمى عليه، يعني كان في منظر رعب في وشها كده يعني فزعه. فده اللي خلاني ابص على دراعاتها وكده، ماليش ذهب وكده، قعدت اصوت هنا وازعق وبتاع، وجريت بقى على مباحث على طول في ساعتها. انا بطالب كل الامن ووزاره الداخليه بسرعه الارض.